طبعا أنا بحلم ببيت، يعني بيت متواضع اللي أعيش فيه أنا وأولادي سعيدة، واللي يلمنا ويجمعنا أنا وأولادي. يعني إحنا البيت اللي طلعنا فيه بعد ما طلعنا أصف. والله كانت حياتي حلوة وسعيدة، عشت حياة سعيدة وحلوة وأيام حلوة طبعا، ولحد الآن هاي الأيام بتذكرها لأنها أيام حلوة كثير كثير، وإن شاء الله بنرجع لهذيك الأيام إن شاء يا رب. الله كريم وبنرجع لبلادنا يا رب. يلا يلا معاد، طبعا أنا بحب هاي القصة لأن أمي كانت تحكي لي إياها بطفولتي وبتذكرني بطفولتي وأنا صغيرة، كنت أحبها كثير، وكانت أمي تحطني بسريري وتنيمني بعاف. هاي القصة يعني بتذكرني ب كان يا مكان في قديم الزمان، كان في مرة بنت اسمها حب حب الرمان، فاقت من النوم لقت حالها في بيتها النموره وولادها الصغار، وزي صارت بينهم صداقة وإلفة هي والحيوانات، شربنها وطعمنها ودفينها. كانت طبعا النمورة زمان تعرف كيف يسووا مع الإنسان، طبعا الواحد اللاجئ ما بيجي يعني مشان مصاري، مشان إشي، مو شغلة مصاري يعني مشان سلامة أولاده يعني، ويحس مشان يأمن له ابنه الأمان والاستقرار، مو كل شيء المصاري يعني